مسح الديون أنا نقول لكم عملية غير يعني تتنافى مع الروح المقاولة ديها. احنا رانا باغي نبنو جيل باش يتكل على روحه، رانا باغي نبنو جيل باش يعني يخدم وهو وتكون عنده هاد الروح المقاولة. اذا كان تعثر العثرة الاولى نمحي له الديون هذا غير ممكن، وقلت انا لا نمحي الديون، نمحي الديون نرجع الدراهم لهذوك اللي نشحوا.